الأباطيل والأسرار سيعطى الشماس واحد متاحة للجميع بلا ريب. الخبر الآن يمكن أن يخرج هذه في هذه الثانية ويصل إلى العالمين بعد ثانية. صحيح. وبلا ريب فإن على الذين يسمعون أن يدققوا فيما هو صحيح وفيما هو فاسد فيما هو يحاول أن يبني فيما هو يحاول أن يهدم فيما يعمر وفيما يعمر ويخرب. الأمر واضح بالغيب عندهم عن النظر وبأقل نظر يلاحظون من الذي يمكن أن يبني الأوطان ويعمر الأوطان ويصححوا مسار الدين في نفوس الناس وهم أولئك الذين يخربون.